احنا الخوت غنصوروا مع خويا حسين حتى هو الله يسهل عليه، وكيف ما تنقولوا الشعار ديالنا الله يسهل على اي واحد قلبه بيض وكيبغي بنادم خير، واي واحد الله يسهل عليه كيف ما كان الله يجيب ليه تيسير، اي واحد كيزري في الحلال الله يجيب ليه تيسير وبعد منه ولا في الحرام. خويا حسين مرحبا بنا عندك، هاني صحه مزيان، تحيه لك خويا. ان شاء الله خويا حسين تشاور غيدير واحد الصفحه في فيسبوك وقناه في يوتيوب، والشعار ديالنا شنو هو؟ الله يسهل على الجميع، الله يسهل على اي واحد باغي الخير لبنادم. اليوم اخويا حسين اول حاجه غتقدم لنا النمره شناهي؟ 0617 76 63 65 95 95. غنصوروا عند خويا حسين، واللي شاف عنده شي حاجه يقول الله يبارك، واللي عجبته شي حاجه راه يتواصل معاه، وراه الارسال جميع المدن. نبداو بسم الله على بركه الله. اخوان اللي شاف شي حاجه يقول الله يسهل على مولاه. هناش خويا قول لنا اش كاين؟ كوكول ديال الروز الثمن ديالها كيتحاب 450 درهم. 450 الله يبارك. هنا خويا هذه كوكلة ديجا خدامة، الثمن ديالها كتبقى 550. 550 وهذا كما كتشوف عندنا الهوغو هنايا دوبل كريس، تبقى الكوكلة 120 130 درهم على حساب الطفرة. الله يسهل على خويا حسين. تبقى هنا الكلابسات الثمن ديالو، كاينة كوكلة هنا وكاين فرادة، كوكلة تقريبا تبقى 650 وكاين فرادة تبقى 300 350. الله يبارك وزد في ذلك خويا حسين. هنا كاينين هادو جايين تاهما الخدمة فاسق لاتينو، الثمن ديالهم تلقى ب 650 حتى هو. اللهم بارك. كاين هذا البلاك فيس الثمن ديالو تلقى ب 450. ومازال غيورينا قال لك سليمي غيدير قناة في اليوتيوب، غيورينا جديد في الدار وكل شيء. مرحبا. كاين هذا الناس ديال واحد الصابير الثمن ديالو تتراوح ما بين 550 حتى 600. المهم نيغوسيابل. حالة السياسة هي اللهم بارك. اللهم بارك مدريسية. ها هي. اللهم بارك. أنا الخوش. شوف ما كيف ما شفتو. كاينين حوايج اخرين ديال الدريسيك مازال الكلابسات فيروس ليزان سيبارابل كاع كاع انواع الطيور ان شاء الله غنشوفهم في القناه ديالي ان شاء الله، وبالاخص خويا حماده غتوصل لكم الفكره كما هي في السوق، توصلها وتتعامل مع الناس وتوصلهم ولد الشعب وتوصل ولد الشعب. الله يسهل على الجميع، والشعار ديالنا الله يسهل على الجميع، اي واحد الله يسهل عليه. ذكرنا اخويا حسين بالنمره 0617 76 95. والله يسهل عليك اخويا حسين. والله يسهل على الجامع سير. الله يسهل عليك اخويا حسين، واش هو الله يسهل عليه. اي واحد الاخوان جيتو القريعه شريتي من عنده ما شريتيش قول لي الله يسهل عليك، هذا هو الشعار ديالنا، الله يسهل على اي واحد. وهذا الشيء اللي كاين الله يعاون اخويا حسين ان شاء الله في راسك.